رياضة إبراهيم حمدي، عبد الله محمود محمد، مرقص حبيب عمانوئيل، مريم مدحت محمد، أنا اسمي ديميانا حبيب عمانوئيل. أخدت كورس فوتوشوب وإن شاء الله هاخد كورسات تانية. كورس مونتاج، مونتاج بريمير، فوتوشوب. أنا درست إعداد وتقديم ودوبلاج ومونتاج. وانا لسه حاليا بدرس، بس انا شغاله فن حر عادي، بشتغل هاند ميد وبشتغل لوحات وكل حاجه. مصمم جرافيك. انا مهندس ديكور. انا مدرسه تربيه فنيه. ان فادتني كتير بصراحه ان انا اعمل تصميمات وفوتوشوب، وفوتوشوب يعني احنا بنستخدمه في حاجات كتير، واتمنى ان هي ان شاء الله هتفيدني كتير قدام. ان انا اتعلم مهارات اكتر يعني عن المونتاج وعن حياتي العمليه. انا اصلا بشتغل ديكور اكتر، بس انا الفتره الجايه ناوي اشتغل في الميديا والجرافيكس وكده، فاكيد هيفيدني طبعا قدام، لان خاصه بدات في مجال التمثيل فهيفرق معايا طبعا. دلوقتي بعمل تصميمات، مثلا لو حاجه باوردر او حد عاوز شغل حر، مثلا اركيد خشب، حاجات ليها علاقه بالفوتوشوب، ديزاينات واطبعها كده يعني. عرفت حاجات كتير ما كنتش عارفاها، التعامل بقى اسهل، اتدربت يعني بعد ما بياخد كل حاجه بتدرب في وقتها فما بنساش. في حاجات ما كنتش بعرف اعملها كتير، بقيت دلوقتي خلاص بقيت عارفه كذا كذا اداه تخليني اعمل نفس الحاجه بس يعني بستايلات مختلفه، فالموضوع بقى اريح واجدد يعني. انا بساعد هنا في فريق الغنى، فعايزين نعمل برومو للفريق بتاعنا يظهر للناس، فالمونتاج هيساعدني على كده، غير ان انا فنانه وعارضه في المعرض الفني فهحتاجه في عرض اللوحات بتاعتي. والله انا اتمنى ان هو يكبر اكتر من كده وكل الناس تعرفه، لان بجد كلنا محتاجين الكورسات والمورستان اللي اركان عاملاه. اتمنى فعلا ان كل الناس تعرفه. يعني نفسي يبقى في كورسات اكتر من كده. نفسي ان احنا فعلا نكبر المركز، لان هو حاجه حلوه محتاجين نطوره ونوصله للناس بره، ومحتاجين احنا نشتغل على نفسنا اكتر علشان المركز يبقى ليه له قناه ويبقى حاجه كبيره في الميديا يعني قدام. يكمل مع الناس يعني، ما يوقفش مثلا، او المنحه دي ما توقفش علينا احنا بس، يكمل بعد كده مع ناس كتير، لان الموضوع بيبقى فيه افاده كبيره. انا عايزه مستقبل افضل للمركز، لكل الناس، كل الناس تستفاد، واللي ما خدش المنحه السنه دي يعوضها ان شاء الله السنه الجايه. اتمنى بجد ان انا اكون شخص ليه كيان وليه شخصيه وكارير جميل جدا، ان انا اكون مبسوطه بيه. يعني ناوي افتح قناه على اليوتيوب، واقدر ان انا اعمل مونتاج للفيديوهات اللي انا بصورها. انا اشتغل في مجال الاعلان والميديا، ابقى اشطر من كده او اشتغل على نفسي. متهيألي ان انا عرفت كل حاجه، ممكن بقى اللي يتبقى موضوع ان انا التغذيه البصريه بقى والتدريب، او ان انا اعرف افكار جديده، هو ده ممكن يكون اللي ناقص.